تنتشر الروائح الشهية في هذا المكان المزين بألوان مأكولات الصباح الأكثر شهرة لدى السوريين عموماً وسكان مدينة قامشلي في الشمال الشرقي للبلاد. هذه المدينة الشهيرة بتنوعها السكاني والثقافي من مختلف الألوان والأطياف. قيصرية الجامر والعسل في مدينة قامشلي تعد من أقدم الأسواق الشعبية التي يقصدها سكان المدينة وزوارها لتناول وجبة الفطور، إذ يحتوي سلسلة من المطاعم الصغيرة المخصصة لتقديم مختلف أنواع مأكولات الفطور مثل الجامر والعسل والمامونية. متعودين احنا على طول الصبح هنا فطور هنا مثل مامونية، زيتون، جمر، عسل، وخدمة كويسة والشباب طيبين والحمد لله. متعودين احنا قديما من ايام قديم نجي نفطر هنا عند الشباب محلات يعني شقالة يعني الحمد لله. ويعود تاريخ القيصرية الواقعة في وسط السوق المركزي لمدينة القامشلي لحقبة الانتداب الفرنسي لسوريا في عشرينيات القرن المنصرم، ويقول ماجد أبو محمد صاحب أحد مطاعم الجامر والعسل إن المكان قد تطور خلال العقود الماضية ليصبح في هذا الشكل والشهرة، لكنه تحدث عن تراجع الإقبال بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد. الصبح تقريبا نجي نحن نكون جاهزين إن شاء الله بالسبعة الصبح نكون جاهزين. أنت تعرف العالم تجي من برات القامش اللي تجي بكير، يعني بالسبعة نكون جاهزين للفطورات. طبعا نقدم لنا الصبح الوجبة يعني الأساسية جيمر وعسل، يعني معروفة بالجيمر والعسل. طبعا في مامونية فطورات يعني صباحية يعني جميع إيش ما تشتي، يعني في جيمر، زيتون، مامونية، مقدوس. ورغم تراجع حركة السوق إلى حد كبير على خلفية الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحرب، إلا أن هذه القيصرية تبقى في نظر السكان المحليين وحتى الزوار أحد أبرز الأماكن التي لا يمكن الاستغناء عنها على الأقل من الناحية المعنوية لشعب أرقته الأزمة المتواصلة في البلاد منذ نحو 13 عاماً.